هاي، اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ فافي. النهارده هنعمل لكم بقى يعني اكل صيامي جميل كده، بس نغير شويه فيه. بدل الاكل الروتيني اللي بنعمله، العدس الاصفر العادي بتاعنا، طبعا طعمه جميل شوربه، بس ده هنعمل عدس اكل بقى، يعني يتاكل جنب الرز كده جميل. هقول لكم الانجريديان بتاعتي. هو العدس ده انا تقريبا يعني كوكونات كيري، عدس كده حلو قوي معمول بالكوكونات الهيفي كريم، وبحط فيه شويه كيري وشويه سبايس، فهو مش طعم العدس بتاعنا خالص يعني، بس طعمه حلو. انا اقول لكم بقى على الحاجات اللي عندنا اللي هنستعملها. عندي طبعا كوباية عدس أصفر أو أحمر زي ما انتوا بيحبوا تسموه. عندي قوطة مقطعة صغير قوي، وعندي دايس توميتو بالصوص بتاعها، بدل ما احط صلصة بحب احط كله توميتو. عندي تقريبا نص بصلة، الاتنين دول تقريبا نص بصلة. في هنا عندي زي ما قلت لكم ده الهيفي كريم، شايفين هيفي ازاي، بتاع الكوكونات، وده ممكن اعمل بيه ويب كريم على فكرة لو عايزة اعمل حاجة حلوة. انا بنعمل لكم حاجة حلوة بيه. تقريبا نص كوباية. بعد كده عندي بقى تقريبا 5 تومات. عندي نص فلفلة حامية علشان يعني هو عايز شوية سبايس. وبعدين الحاجات بقى اللي عندي، عندي هنا نص معلقة ملح تقريبا، وبعدين معلقة صغيرة كيري، ونص معلقة بابريكا، ومعلقة نص معلقة صغيرة كركم، وبعدين هحط شوية فيجيتابل سوب ناشفة كده دراي. وبعدين عندي كمان مع السبايس عندي كمون حصى، وعندي كزبرة حصى، وعندي حبهان برضو حصى. نطلع بفاصل صغير ونرجع نشوف الخطوات بتاعتنا. اوكي، رجعنا لكم بعد الفاصل. جبت بقى السباتيول بتاعتي، وعندي هنا انا حطيت شوية زيت صغيرة مش كتيرة تسخن، واي هوب انها تكون سخنت اوريدي. هحط فيها الاول البصل، هي محتاج بصل كتير زي ما قلت، دي نص بصلاية او بصلاية كبيرة. البصل اللي عندي كانت كبيرة قوي فعملت نصها بس، يعني بصلة كويسة. هحط البصلة تتحمر شوية، وفي نفس الوقت ده في طاسة تانية همسك طبعا كزبرة والثوم، كزبرة والكمون والحاجات بتاعتي دي. انا وانا بعمل حتى الفلافل بحب استعمل الحصى وحمره شوية، بيطلع ريحة الكزبرة والكمون، بيبقى ريحتهم احلى من ما نحطهم باودر. هحطهم هنا كده شويه ياخدوا لون وريحه على البصل بتاعي ده ما يتحمر. طبعا كميه بصل كبيره قوي، لان هو زي ما انا قلت دي يعني هيبقى عامل زي مش مي مش سوب، هو اكل يعني، فهيبقى ليه بادي شوية، فعايزين نحط فيه حاجات كتيرة كده، بصل وثوم وفلفل.
ممكن طبعا تزودوا كمية الفلفل، ده حامي زي ما قلت، بس ممكن تحطوا فلفل كمية أكبر لو بتحبوا. والتوميتو طبعا زي ما قلت عندي نص كوباية مقطع ونص كوباية، يعني هو دايس توميتو في العلب بتبقى شوية بتدي لون أحسن من التوميتو. بس أنا ده طبعا أنا مش هعمل فيه حاجة خالص أكتر من إن أنا إيه أسخنه كويس وأجيب دي بتاعة البلندت، او طبعا لو عندكم ايد هون بيبقى ريحته احلى قوي من ما بيتعمل هنا. بس ده اوكي، احنا هنا عشان نعمله بسرعة. وممكن طبعا ده نفصصه لو احنا مش عايزين القشرة، او ممكن هيتبلند كله مع بعض ومش هيأثر يعني. البصل طبعا مش هنحمره لغايه ما يتحمر، احنا هنديله بس لون شويه. ونفتكر طبعا الاكله دي احنا الباميه والاكل المصري الجميل بتاعنا كله بنحط فيه بصل وثوم، تقريبا نفس الحكايه بس هنزود له ايه شويه سبايس زياده. ما ننساش طبعا الكمون والكزبره. كده كفايه قوي على البصل. هاخد بقى ايه الخمس تومات بتوعي احط معاهم الفلفله الحاميه، وزي ما قلت لو مش عايزينه حامي ممكن تحطوا فلفل حلو يعني. هياخد برضو ايه نديله كده طبعا كفايه قوي كده. ريحه جميله. ده برضو هنسيبه كده شوية بس تطلع ريحة الثوم، يعني مش عايزين نحمره زيادة. ناخد بقى الحاجات اللي عندي دي حطها هنا كده في البلندر بتاعي. طبعا الريحة خرافية بتبقى غير خالص لما بنحط سبايس عادية مطحونة جاهزة، دي بتطلع ريحتها احلى. ان شاء الله نعمل لكم طعميه من سكراتش، وهنحط فيها نفس الحكايه برضه، هنحمر الكزبره ونحمر الكمون، مش نحمره سوتيه يعني. اوكي زي ما انتم شايفين كده كفايه قوي. همسك بقى احط السبايس كلها بتاعتي هنا. طبعا القشر بيطلع لوحده، هنحط الباقي هنا الكمون بتاعنا وكل الحاجات اللي احنا عاملينها دي. زي ما قلت لكم عندنا معلقة صغيرة كاري ونص معلقة ملح وشوية فيجيتابل سوب الدراي دي وده كركم وبابريكا، كله معلقة 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 إلا البابريكا نص معلقة، معلقة صغيرة. بعدين بقى ايه ناخده كده تقريبا شوية لغاية بس ايه كله يتقلب. طبعا ريحة الكاري طلعت اوريدي. هحط التوميتو بتاعتي عليها ونحط الدايس توميتو. ناخدهم تقليبة لغاية ايه التوميتو، شايفين اللون جميل ازاي. السبب ان انا بحط الدايس توميتو عشان انا عايزة مور ليكويد او ميه شويه في القوطه علشان تبلند توجذر. طبعا في العادي المفروض نخلي
التوميتو تتسبك سنة صغيرة، بس مش بتغير في الطعم قوي، هي بس بتاخد كل البصل والثوم والسبايس وكل حاجة وتبلندم تجاه، تخلي لهم طعم احلى يعني. او لو اتعملوا على الني كده بسرعة برضو بيبقوا حلوين. دلوقتي اخر حاجة هعملها، انا هحط بقى ايه، كوكونات كريم، الكريم ده هيفي كريم، فده زي ما قلت تقريبا نص كوباية، هحط عليها كوباية ونص مية لانه طبعا بري هيفي، وده اللي هنستعمله في كل الاكل الصيامي تقريبا. اي اكل صيامي محتاج لبن هنحط له ده، حط 3 من دي، بس يغلي هنحط العدس، والعدس بقى هنسيبه لغاية تقريبا بتاع نص ساعة لساعة الا ربع على حسب نوع العدس، في عدس ساعات بياخد حاجات وقت اطول، في عدس بيستوي على طول. وايه، ندوق الملح بتاعنا اخضر وايه، الملح حلو بس لو تحبوا تزودوا ملح شوية ده تجوستيو، يعني الملح على حسب التيست. انا ما بحطش فلفل اسود لان كمون والكزبرة is enough. اول ما يغلي نحطه على العالي شوية، العدس طبعا مش بنحطه ابدا وهو المية ساقعة، لان لو اتحط والمية ساقعة اللي بيحصل ان هو ايه، بيجمد وما بيسويش كويس، لازم المية تكون سخنة جدا قبل ما نحط العدس فيها. زي ما انتوا شايفين طبعا فيها كل الحاجات دي، فهي دي اللي بتديله البادي. وهنستنى بقى شوية كده لغاية المية ما تسخن، نحط العدس فيها. على فكرة الأكلة دي أنا واحدة صاحبتي فيليبينو كانت بتشتغل معايا، ما كنت بشتغل زمان أكاونتنت بقى، هي مدياني الريسيبي دي من يمكن 20 سنة، بس من كتر ما عجبتني بعملها كتير جدا في الصيام، وساعات من غير الصيام كمان، بس بحط لها شوربة فراخ بتبقى جميلة جدا، ونحط لها كريم، هي أكلة حلوة قوي طعمها جميل جدا مع الرز المسلوق أو اللي هو الستيكي رايس زي ما بيقولوا، أكلة حلوة قوي، يا رب جربوها تعجبكم جدا. هي كده سخنت enough، حط العدس، العدس طبعا مغسول وناشف عشان برضو مش عايزة يكون فيه مية، هنحط العدس ونستنى بقى عليه لغاية ايه ما يستوي تقريبا بتاع 45 دقيقة. فاحنا هنطلع فاصل صغير وارجع لكم بعد كده نشوف شكل العدس بقى. اوكي رجعنا لكم بعد الفاصل، وتقريبا الاكل بتاعنا ابتدى يستوي، بس طبعا ما استواش خالص يعني زي ما انا عايزاه، بس هو بيبقى شكله كده زي ما انتوا شايفين السمكة بتاعته،
وانا هنا عندي اوريدي معمول وجاهز، واحدة تانية انا عاملاها، وده الشكل النهائي بيبقى، يعني بيبقى مستوي شوية زيادة عن ده، وهو شكل العدس بتاعنا بس مش طعم العدس بتاعنا خالص. فانا اجيب طبق دلوقتي ونشوف هنقدمه ازاي. اوكي، طبعا انا عاملة عندي رز معمول جاهز، ستيمد رايس، ما فيهوش حاجة غريبة يعني، زي الستيمد رايس العادي. ناخد منه كده معلقة. على فكرة عايز اقول لكم الستيمد رايس ده حاجة رائعة، اولا ما فيهوش فات كتير، وبعدين انا زمان ما كنتش بحبه، طبعا بحب الرز الجميل، بس في اكلات محتاجة الستيمد رايس زي الاكلة بتاعتنا دي، لان طبعا عايزين نحس بطعم العدس. فلو الرز فيه مثلا كاري او معمول بأطعمة مختلفة هيلخبط الطعم بتاع الاكل بتاعنا. فناخد بقى ايه، هنا عندنا حاجة نغرف بيها كده، وزي ما قلت ده بتعمل بحاله كده، يعني هو فيه كتير من العسل بتاعنا بس هو سويت شوية، مش سويت في التيست بس مفهوش الحرقان الجامد والليمون والحاجات بتاعتنا اللي احنا بنحطها. عندي هنا كده عرقين بقدونس عشان اللون بس، يعني ممكن نحط كده ونحط كده. ونقطع دي على عليه تديلها لون شوية، وجربوه بليز بليز، طعمه جميل جدا جدا جدا، هيعجبكو قوي، وأكلة ديفرنت عن الأكل بتاعنا العادي، هيعجبكو جدا. هو بيميل أكتر للأورينتال فود، جابانيز تشاينيز، يعني ما هواش أكلة مصري مصري. جربوه هيعجبكم جدا، واعمل لكم ان شاء الله شوربه عدس المره الجايه. اوكي، اشوفكم في حلقه جديده من مطبخ فوفي، ويا رب يعجبكم الاكله بتاعتنا النهارده. باي باي.